استعدادا لهجوم في زاباروجيا. نشرت القوات المسلحة الأوكرانية عشرات الآلاف من قواتها استعدادا للهجمات المضادة. وسبق أن أعلن قائد ومؤسس مجموعة فاغنر أن الجيش الأوكراني بدأ بالفعل هجومه المضاد، وقال إن قواته رصدت نشاطا غير مسبوق للقوات المسلحة الأوكرانية على مختلف جبهات القتال، ولا سيما في الشرق والجنوب. Дай нам 60 секунд.